قدمنا قبل كده مكرونة بالبشاميل بشكل جديد بقطع أوراك الدجاج والخضروات بالزعفران. لينك الوصفة هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس أو في صندوق الوصف. وصفة طعمة وما تتفوتش وبجد لازم تتجرب. أتمنى إنكم تكونوا بخير وأهلا بيكم بقناتي. والنهاردة برضو هنخرج برا الصندوق ونقدم طريقة جديدة للمكرونة بالبشاميل. صينية مكرونة بالبشاميل بشرايح لحم الاسكالوب وتسبيكة الطماطم أو الريد صوص. حرفيا الطريقه دي قلبت الطريقه اللي بنعملها باللحمه المفرومه التقليديه وبكل المقاييس، برغم اني بحبها قوي بصراحه. اي حاجه فيها بشاميل بالنسبه لي ادمان. فيلا ندخل على الوصفه على طول. انا مروه من ام الدنيا مصر، ويلا نسمي الله ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنزل بمعلقه كبيره من الزبده على نار متوسطه، واول ما الزبده تسيح وتسخن هنزل ببصله كبيره متقطعه، وبمجرد البصله تصفر وتعرق شويه هنزل بشرايح لحم الاسكالوب. هنا انا استخدمت كيلو كامل لاني هعمل صينيتين مش صينيه واحده، يعني لو هنعمل صينية هنقسم المقادير نص كيلو لكل صينية، وممكن اقل من كده على فكرة. ممكن اختيار قطعية ناعمة بس هتكون غالية شوية، كتير حبة للأسف وربنا يعيننا، او نختار اي قطعية نسويها كويس، بمعنى ان احنا نسويها على نار هادية جدا شعلتها شمعة، وكل ما تشرب ميتها نديلها شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين، وما نضيفش الملح الا في الاخر. واثناء التسوية ممكن نحط رشة سكر تسرع من عملية التسوية. انا القطعية بتاعتي من وش الفخدة بس بعيد عن العظم، كل ما بعدنا عن العظم اللحمة ما بيكونش عامل عضل، بيكون طري وجوسي وفي نسبة دهون كويسة ويستوي أسرع، والعكس صحيح. لو القطعية قريبة من العظم اللحم هيكون ناشف وقاسي لأنه هيكون كون عضل، ونسبة الدهون بتكون ضئيلة جدا، فبالتالي مدة التسوية بتكون أكتر. شرايح اللحم هنا حطاها على نار متوسطة، وقبل ما تشرب ميتها نهائي بضيف معلقة كبيرة ملح، ربع معلقة فلفل أسود، رشة بهارات، ربع معلقة كبيرة توم باودر، نص معلقة كبيرة بصل باودر، ورشة حلوة من جوزة التين اللي صينية المكرونة مينفعش تستغنى عنها، بضيفها على اللحمة وعلى صوص البشاميل كمان. شرايح الاسكالوب هنا شبه استوت تقريبا، وانزل بفصين توم مفرومين، واهدي النار واغطي الحلة لحد ما افرم كمية حلوة من الطماطم. كمان اضفت 2 فلفل رومي وقرن شطة، طبعا قرن الشطة ده حسب الرغبة. سبت شرايح اللحمة لمدة 10 دقايق وانا مغطياها ومهدية عليها، خليت شرايح اللحمة تتحمر شوية من تحت، عملت طبقة كريسبي كده بجد اللسعة دي بتنطق طعم اللحمة. ويلا نضيف خليط الطماطم والفلفل اللي فرمناه. ليه فرمت كمية الطماطم دي؟ لاني محتاجة اعمل كمية كبيرة من الصوص، وهقولكوا ليه بعد لحظات. هبتدي اعلي على النار لان عايزة الطماطم يوصل لأول غلوة. نزلت بتلات معالق كبار من الصلصة. خلينا فاكرين ان الوصفة دي عملاها على صينيتين، واحدة لينا واحدة لابني لان كان عازم صحابي، يعني لو هنعمل صينية واحدة هنقسم المقادير على 2. نخلي الصلصة تغلي غلوة حلوة كده ونهدي النار علشان الصوص يحصل له ريدكشن، يعني الصلصة تتسبك وتبقى مركزة. خليتها على نار هادية جدا لمدة نص ساعة، وطبيعي لما الصلصة تتكثف الصوص بيقل، علشان كده انا فرمت ما يقرب كيلو طماطم. كده شرايح لحم الاسكالوب استوت وتشبعت بالصوص. هنقفل النار ونغطي الحلة لان انا محتاجة الكلام ده كله يبقى سخن عقبال ما نسلق المكرونة. استخدمت كيسين، كل كيس 400 جرام. الشكل مكرونة قلم او فرن او بني مضاف على المية، معلقة ملح كبيرة، وللوصول للسوى المثالي هنلتزم بالتعليمات اللي على كيس المكرونة، بس هنقلل 2 دقايق من الوقت المكتوب على الكيس. عايزين نوصل لتلات ارباع سوا بس عشان نوصل للسوا المظبوط المسمى في عالم الباستا آل دنتي. ودلوقتي هنعمل صوص البشاميل. 4 معالق زبدة على 4 معالق دقيق،
طبعا الزبدة بنسخنها قوي قبل ما نضيف الدقيق. بدأت بنار متوسطة الأول، بعد كده ابتدي اهدي وانا بقلب لحد ما الدقيق والزبدة يبقوا نسيج واحد، وبالتقليب المستمر مستحيل هيبقى فيه تكتلات. في الوصفات اللي بتبقى فيها صوص البشاميل مش بحب استخدم اللبن المبستر اللي بيبقى في العلب، بحب استخدم لبن كريمي غني بالقشطة من محل ألبان جيد، لكن لو اللبن اللي في العلب هو بس المتوفر هنضيف عليه معلقتين لتلاتة لبن بودرة. زي ما انتوا شايفين أمام حضراتكم أضفت اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر واللبن بدرجة حرارة الغرفة. أضفت 2 كيلو لبن، عارفة إنه ممكن يكون كتير بس بحب البشاميل يبص من كل ناحية كده في الصينية، وطالما بنعمل صينية مكرونة بالبشاميل يبقى نكلف بالمرة. بشرت شوية جوز الطيب وأضفت رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وأول ما أحس إن أنا وصلت للقوام المناسب بشاميل ولا تقيل ولا خفيف هنزل باتنين بيضة مع التقليب السريع والمستمر علشان ما يبقاش فيه تكتلات من البيض في صوص البشاميل. وده القوام المظبوط لصوص البشاميل المثالي، ولا خفيف ولا تقيل، قوام حريري بدون تكتلات، ولا قدر الله لو حصل تكتلات حلها الهاند بلندر او الخلاط، بس البشاميل يبرد معانا شويه. فاضل الخطوة الأخيرة وهي رص الصواني. عملت صلصة كتير علشان الخطوة دي، ما بحبش أحط المكرونة في الصينية بلين أو سادة، بزود لها فليفر وبضيف لها صلصة الطماطم اللي احنا عملناها وكمان بشاميل. البشاميل بيكون أول طبقة في الصينية، بعدها طبقة من المكرونة، طبقة شرايح الاسكالوب، طبقة أخرى من المكرونة، ثم طبقة غنية من البشاميل. وده الشكل النهائي لصينية مكرونة بالبشاميل بشرايح لحم الاسكالوب قبل ما تدخل الفرن، وياريت يكون الفرن ساخن مسبقا. وهنعمل نفس الخطوات للصينية التانية. هندخل الصواني على فرن ساخن مسبقا على 200 درجة رف أوسط، وبما ان الطبقات بتاعتنا كلها سخنة مش هنحتاج ان احنا نخليها في الفرن كتير، 20 دقيقة كفاية قوي. وبعد كده بنولع الشواية علشان ندي الوش اللي يجنن ده. وبكده اكون وصلت لنهاية الوصفة، اتمنى ان هي تكون حازت على اعجابكم وذائقتكم. كان معكم مروة من أم الدنيا مصر، يهمني رأيكم في الكومنتس وأرجو اللايك والشير والسبسكرايب للي لسه ما شرفنيش باشتراكه. مكرونة بشاميل بشرائح الاسكالوب تستحق دخول المطبخ وتجربوها. عايزة أقول لكم إني بحبكم قوي وأترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.